صاحب الفضيلة اليوم هو المكمل للثلاثين من شهر رجب، وغدا هو أول أيام شهر شعبان. نريد أن نقف يا شيخ مع شهر شعبان، هل لشهر شعبان مزية على غيره من الشهور؟ هل خصه نبينا صلى الله عليه وسلم بزيادة عبادة؟ بأي نوع من أنواع العبادات حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه صالح الأعمال، آمين، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية والأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يعز بلاد الإسلام، وأن يكفي المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. اللهم آمين. فيما يتعلق بشهر شعبان، شهر شعبان ليس من الأشهر التي جاء فيها وصف خاص، فليس هو من الأشهر الحرم ولا هو من أشهر الحج على سبيل المثال، إنما هو شهر كسائر الشهور، من حيث أنه مما يندرج في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فليس هذا الشهر من الأشهر الحرم، بل هو من سائر الأشهر التي يشرع فيها للمؤمن سائر العبادات المشروعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأنه كان يكثر الصيام فيه، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه صياما في شعبان، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه صياما في شعبان، يعني كان يصوم شعبانا أكثر من صيام غيره، فكان يصوم فيه صياما كثيرا، حتى جاء عنها أنها قالت كان يصوم شعبانا كله، كما في رواية البخاري، وفي رواية مسلم كان يصوم شعبانا إلا قليلا، ومعنى كله أي أنه يصوم غالبه، فكما بينته الرواية الثانية، وكما بينه ما أخبرت به أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا شهر رمضان، ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه ولا من عمله أن يصوم الشهر كاملا، إنما كان يصوم من الشهر، في شعبان كان يصوم أكثره حتى يتوهم الناظر في صيامه وكثرته أنه يصومه كله، وعلى هذا تحمل رواية عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، وفي ويبين هذا المعنى ويؤكد هذا الفهم الرواية الأخرى التي فيها يصومه إلا قليلا. إذن يا شيخ، الآن من صام شعبان كاملا يعد مخالفا للسنة؟ لا أجزم بهذا، لكن السنة أن يصوم أكثره، وأما أن يصومه كله فليس في هذا مخالفة للسنة، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستكمل شهرا كاملا، لكن رواية كان يصومه كله، وفي بعض روايات مسند الإمام أحمد أنه كان يصله برمضان، ما قد يقوي قول من يقول إنه يشرع فيه الصيام كاملا، لكن على كل حال المشروع في صيام شعبان أن يكون أكثر من غيره، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، صحيح. فمن كان يصوم يوما ويفطر يوما فليزد على هذا بأن يصوم أكثر من معتاد، من كان يصوم ثلاثة أيام فليصوم يوما رابعا، من كان لا يصوم بالكلية فليصوم ولو يوما حتى يحقق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من أنه يخص هذا الشهر بكثرة الصيام فيه بالنظر إلى صيامه في سائر الأشهر. والعلة التي من أجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الشهر قيل إنه كان يصوم ذلك تهيئا لرمضان، فهو كالسنة الراتبة القبلية كما هو في الصلوات التي لها رواتب قبلية، أو الصلوات التي تندرج في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة كما في الصحيحين. وقال آخرون بل صيامه في شعبان وكثرة صيامه فيه أنه لكون هذا الشهر يغفل عنه غالبا، فهو بين شهرين لهما مزية، شهر رجب الذي هو من أشهر الحرم، وشهر رمضان الذي هو شهر عبادة وطاعة وصوم
وتقرب، فيغفل الناس عن العبادة في هذا الشهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويكثر من صيامه تحينا للأوقات التي تكثر فيها الغفلة. فإذا كثرت الغفلة وتقرب الإنسان لله عز وجل في هذه الأزمنة التي يغفل فيها الناس عن التقرب، كان ذلك من دواعي المضاعفة للأجور بالنظر إلى الحال، لا بالنظر إلى الزمان ولا بالنظر إلى المكان. فيما يتعلق بالمعنى الثالث الذي ذكره بعض أهل العلم سبب صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان أكثر من غيره، قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم من الشهر 3 أيام، وكان يفوته ذلك في بعض الأشهر، فكان يجتمع عليه ما فاته فيصومه في شعبان، هكذا قالوا. والذي يظهر والله تعالى أن هذا تلمس للعلة وليس جزما بأن العلة واحد من هذه، قد تكون العلة هذه الأمور الثلاثة، وقد يكون العلة هو بعضها في بعض السنوات، أو هو تحين فترات الغفلة، قد يكون هذا أو ذاك. والمهم أن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية صيام شعبان والإكثار منه. وهذا هذه العناية بهذا الشهر من حيث الصيام ليست خاصة بالصوم عند بعض سلفنا، بل كان منهم من يزيد على العناية بالصوم بكثرة القراءة في هذا الشهر، كما جاء ذلك عن جماعة من السلف، حتى إنهم سموا هذا الشهر شهر القراء، إذ إنهم كانوا يقبلون على القراءة، قراءة القرآن فيه استعدادا وتهيئا لقراءة القرآن في رمضان. فإنه إذا لم يمرن الإنسان ويعود نفسه كثرة العمل الصالح قبل مجيء وقت العبادة يثقل عليه معاناتها ويشق عليه القيام بها في زمانها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.